بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله بنعمل النهاردة الدرس رقم 4 من الشابتر التاني. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ journal entry، وعرفنا ازاي بنسجل الدفتر اليومية، وكنا عرفنا بالشكل دوت بيتسجل اللي هو الكاش مثلا في الديبت، والكريدت بيبقى كابيتال مثلا. دلوقتي هنسجل بقى ازاي نعرف نعمل بوست من الليجر، من الجورنال للليجر. بنعمل اللي اسمها عملية اسمها بوستنج، من البوست من الجورنال للليجر. فهنا عندنا كل حساب عندنا بنكتبه هنا مثلا الكاش، بنروح نكتب هناك حساب بالشكل ده، نكتب حساب للكاش بالشكل ده، الكاش اهوت مكتوب فوق خالص بالشكل ده، ونعمل له ديبت وكريدت. هنا بيبقى ديبت وهنا كريدت. عندنا هنا في الكاش حساب وديبت وكريدت، نفس الكلام للكابيتال، ديبت وكريدت كلهم بيبقوا ديبت وكريدت. فهنا عندنا الكاش مثلا، عندنا هنا جاي في الجورنال انتري اللي عندنا في المره، في اول كود خالص اهو، في نوفمبر 1 في اول كود خالص، الكاش جاي ديبت اهو، جاي ديبت بكام؟ ب 25. والكابيتال جاي كريدت، مش جاي كريدت اهو، تحت كريدت اهو. بنروح نكتب هنا الكاش، عند الكاش بنكتب عند الكاش 25000 في الديبت، ونروح عند الكابيتال بنكتب 25000 في الكريدت. دوت اسمه ليدجر اكونت. فهنا بنكتب عند الكاش هنا 25، طبعا المفروض نكتب التاريخ في الجنب هنا، بس طبعا انا مش هكتب التاريخ لان ايه، هياخد مكان على الفاضي يعني، فهو سهل يعني، مش موضوع، مش محتاج. هنعرف الشكل النموذجي بتاعه بيبقى شكله عامل ازاي في الاخر. وهنا الكابيتال بنكتبه في الكريدت 25000. طيب بعد كده نخش على القيد التاني. تعالوا نشوف القيد التاني كده، ده كان اول قيد، تاني قيد اهوت. اللاند جاي في الديبت ب 20، والكاش كريدت ب 20000. اللاند هنفتح حساب لللاند جديد 20000، والكاش هيقل جاي في الكريدت ب 20000. فهنروح عند اللاند، هنروح عند اللاند في الديبت، جاي في الديبت ادي الديبت بتاع اللاند، وادي الكريدت جاي في الديبت ب 20000، والكاش جاي كريدت ب 20000. هنكتب هنا 20000 للكاش. القيد اللي بعد كده لما نيجي نبص عليه، هنا سبلايز جايب لك السبلايز والاكونتس بيبل. السبلايز جاي في الديبت ب 1350، والاكونتس بيبل جاي ب 1350 في الكريدت. يبقى السبلايز هو اللي جاي ديبت، والاكونتس بيبل جاي كريدت. لازم كل مره نكتب حاجه في الديبت وحاجه في الكريدت. فلما نيجي هنا نشوف عندنا السبلايز، ادي السبلايز جاي في الديبت 1350، 1350 طبعا هنا الديبت وكريدت ما بيتغيرش، الديبت والكريدت دوت ليفت سايد وده رايت سايد. الاكونتس بيبل جايه برضو هنا ديبت وهنا كريدت، بس هي جايه في الكريدت ب 1350. بعد كده تعالوا نشوف القيد اللي بعد كده، السبلايز والاكونتس بيبل خلاص، الكاش والفيز ايرند. الكاش والفيز ايرند ده القيد اللي بعد كده، كاش جاي في الديبت 7500، والفيز ايرند ب 7500. هنروح نسجله نفس الكلام، كاش والفيز ارند ب 7500، الفيز ارند هنا جاية في الكريدت ب 7500، وهنرجع تاني للكاش نكتبه ب 7500 في الديبت. نكتب الكاش هنا في الديبت 7500. نشوف القيد اللي بعد كده، هنا عندنا wages expense و rent expense و utility expense و miscellaneous expense. كل الحاجات ديت جاية في الديبت، والكاش جاي في الكريدت على بعضه بكام؟ 3650. فهنكتب الأول الكاش 3650 في الكريدت، وبعد كده نكتب الحاجات دي واحدة واحدة، كل واحدة لها حساب لوحده. 3650 في الكريدت، 3650 هنا في الكريدت في الكاش. طيب تعالوا نشوف حسابهم واحدة واحدة، التانيين ايه؟ عندنا الويجز اكسبنس 2125، 2125، ف 2125 هنا عندنا في الويجز اكسبنس 2125، ادي الويجز اكسبنس جاي في الديبت 2125. تعالوا نشوف الرنت اكسبنس هيبقى كام، الرنت اكسبنس جاي 800، واليوتيليتيز جاي 450، يبقى هنا 800 و450، 800 و450. طبعا انا كتبهم بالترتيب علشان تسهل العمليه ليا وانا بشرح، لكن هي طبعا مش شرط الترتيب، اهم حاجه الحساب يكون مكتوب. 800 هنا 450، طبعا نسينا نكتب هنا ديبت وكريدت، وعادي ممكن تكتب ديبت وكريدت وديبت وكريدت، فمش هتفرق كتير برضه. الميسلينيس اكسبنس، الميسلينيس اكسبنس كانت اخر حاجه، كانت 275، 275 جاي في الديبت برضه،
275. طبعا موضوع الديبت والكريدت خلاص احنا عرفناه كويس جدا هو ايه بالظبط، فمش هنقعد نراجعه تاني. فاحنا عرفنا الجورنال انتري كويس، المفروض ان احنا فاهمين الجورنال انتري كويس جدا. هنا فاضل نخش على الفيد اللي بعد كده. تعالى ما نشوف، هنا عندنا الاكونتس بيبل والكاش، والاكونتس بيبل والكاش 950 و950، اكونتس بيبل وكاش. فهنروح هنا نشوف الاكونتس بيبل، عندنا الاكونتس بيبل اهيت، الاكونتس بيبل جاي في الديبت ولا في الكريدت؟ اهو جاي، الاكونتس بيبل جاي في الديبت والكاش جاي في الكريدت. فهنا الاكونتس بيبل جاي في الديبت 950، هنا 950، والكاش هيجي في الكريدت ب 950، دي اللي دفعنا الفلوس اللي علينا، والكاش هيجي في الكريدت ب 950. بعد كده نشوف القيد اللي بعد كده، هيبقى supplies expense و supplies. supplies expense 800 و supplies هتقل ب 800. supplies expense debit و supplies 800. supplies عندنا هنا اهيت جايه في الكريدت ب 800، وعندنا supplies expense ب 800 جايه في الديبت 800. طيب بعد القيد اللي بعد كده هيبقى عامل ازاي؟ عندنا withdrawal، الراجل سحب فلوس، withdrawal، وعندنا cash، withdrawal وكاش. ادي القيد اهوت، withdrawal وكاش. طبعا withdrawal ب 2000 والكاش ب 2000، فهنا نروح نسجل withdrawal والكاش. عندنا withdrawal، ادي withdrawal ب 2000، الراجل سحب لنفسه، فالwithdrawal جاي في الديبت ب 2000. طبعا ديبت وكريدت، كريدت وديبت. فهنا عندنا 2000 والكاش هنسجله ب 2000، الكاش ناقص ب 2000، ادي الكاش عندنا هنقصه كمان ب 2000 جاي في الكريدت ب 2000. نشوف القيد اللي بعد كده، البريبيد انشورنس والكاش. البريبيد انشورنس والكاش، هنا البريبيد انشورنس ب 2400 والكاش بكريدت 2400، ادي 2400 تاني 2400 جاي في الكريدت الكاش، والبريبيد انشورنس جاي في الديبت. بريبيد انشورنس اهوت جاي في الديبت 2400 ديبت وكريدت. القيد اللي بعد كده نطلع بقى لفوق هنا تاني، القيد التاني اللي بعد كده هنا اهوت، ادي القيد رقم اللي بعده، رنت اكسبنس وكاش. الرنت ب 800 والكاش 1800، هنروح للرنت والكاش. الرنت عندنا فين؟ كان الرنت اكسبنس اهوت 1800 تاني جاي في الديبت ب 800، والكاش قل ب 800، هنروح عند الكاش نقلل وراها ب 800. القيد اللي بعد كده كان ادي رنت كاش وان ايرند وان ايرند رنت ريفينيو، كاش وان ايرند رنت ريفينيو. ادي الكاش كان كام؟ كان الكاش و 360 والان ايرند رنت ريفينيو 360. الكاش جاي في الديبت 360 ولا 350 مش فاكر، 360 والان ايرند رنت 360 360 unearned rent اهوت جاي في الكريدت ب 360 برضه. القيد اللي بعد كده الاوفيس اكويبمنت ب 1800 والاكونتس بيبل ب 1800. اوفيس اكويبمنت 1800، اوفيس اكويبمنت 1800 جاي في الديبت 1800، والاكونتس بيبل فلوس علينا ب 1800 جايه في الكريدت 1800. القيد اللي بعد كده ادفرتايزنج اكسبنس وكاش. ادفرتايزنج اكسبنس وكاش 180 و180، ادفرتايزنج اكسبنس للكاش، ادفرتايزنج اكسبنس. هنروح هنا نشوف الادفرتايزنج اكسبنس، ادي الادفرتايزنج اكسبنس كان بكام؟ كان ب 180 بس، يبقى هنا الادفرتايزنج اكسبنس جه في الديبت 180، والكاش هناك هيقل ب 180.
عندنا الكاش هيقل ب180. القيد اللي بعد كده accounts payable والكاش. accounts payable 400 والكاش هيقل ب400. accounts payable كاش هيقل ب400 الأول هنا، نكتب 400 هنا هيقل، والaccounts payable جاي في الديبت ب400، هندفع من الفلوس علينا 400. القيد اللي بعد كده الويجز اكسبنس، والويجز اكسبنس 950 والكاش 950، فهنا هنروح على الويجز اكسبنس. الويجز اكسبنس 950 جاي في الديبت 950، والكاش قل ب950. القيد اللي بعد كده الكاش والان ايرند ريفينيو او الايرند ريفينيو، عفوا الايرند ريفينيو كاش وايرند ريفينيو 300. كاش هيزيد ب300، الكاش هيزيد ب3100، 3100. طبعا هو الواحد ضغط مش معانا، 3100 بس. والايرند ريفينيو جاي، الريفينيو عندنا جاي زاد في سنة النهاية بكام؟ ب3100 بعد كده الـ account receivable والـ fees earned برضه تاني، برضه تاني الـ account receivable 1750 و1750، بس هنا account receivable مش الـ account receivable. الـ fees earned gain هنا ب1750، 1750، لكن الاكونت ريسيفبل هي اللي الاكونت ريسيفبل هي الاكونت ريسيفبل هتزيد بكام؟ ب1750، 1750. ادي القيد اللي بعد كده اكونتس بيبل والكاش. الاكونتس بيبل 900 والكاش هيقل ب900. اكونتس بيبل وكاش، اكونتس بيبل وكاش، هذه الـ accounts payable 950، accounts payable 900 بس، 900، وهناك الـ cash هيقل بـ 900، جاي في الـ credit بـ 900. اللي بعد كده cash و account receivable 650، cash و account receivable، cash 650. 650 زائد الكاش 650، والاكونت ريسيفبل جاي في ال اكونت ريسيفبل هيقل ب 650، ما ب 650. نشوف القيد اللي بعد كده، هذه القيد اللي بعد كده اهوت حق سبلايز والكاش. السبلايز 1450 والكاش قلب 1450. سبلايز، ادي السبلايز السبلايز هتزيد ب 1750، 1450، والكاش هيقل عندنا ب 1450، هشترينا كاش. كاش هيقل ب1450. القيد اللي بعد كده الويجز اكسبنس والكاش. الويجز اكسبنس والكاش 1200، ويجز اكسبنس وكاش، الكاش هيقل ب1200، والويجز اكسبنس هناك ب1200 هو كمان. ادي الويجز اكسبنس 1200. اللي بعد كده اليوتيليتي اكسبنس، و اليوتيليتي اكسبنس والكاش ب 310 310. اليوتيليتي اكسبنس تلتمية وعشرة،
كان في utility expense تحتها على طول، كان utility expense تاني ب 225 225 225، والكاش 310 و 225 برضه. الكاش هيقل 310 225 210. القيد اللي بعد كده الكاش زاد ب 2870، الكاش زاد 2870 والفي زاد 2870 برضه، 2870 والفيز ارنت 2870 الفيز ارنت 2870 اللي بعد كده كان اكونت ريسيفبل 1120 والفيز ارنت 1120 والاكونت ريسيفبل 1120. دي بقى كاونت ريسيفبل جاية طبعا في الكريدت بألف مية، لا هو عفوا هي 1120 في الديبت. نمسحها تاني، هنا 1120 في الديبت. اللي بعد كده الاكونت ريسيفبل، الاكونت ريسيفبل فيز ايرنت خلاص كده. withdrawal وكاش، الراجل سحب تاني خد الـ2000 دولار، ده اخر قيد خالص بقى بعد شهرين ما خلصوا، ده اخر قيد اللي هو 2000 و2000 withdrawal وكاش 2000. عندنا هنا withdrawal، withdrawal اهوت، الراجل اخد 2000 تاني والكاش قل ب 2000 والكاش هيقل ب 2000. تحت خالص هنا 2000. طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض ان احنا هنجمع ده كله ونجمع ده كله ونطرحهم من بعض ونشوف البالانس هيبقى فين اكتر يعني. فلما نيجي مثلا نجمع الكاش كله على بعضه هنجمع، يعني خلي بالك هنعمل الخطوة التانية تعمل ازاي بالظبط، هنجمع ده كله ونطرح منه ده كله، يعني هنجمع ده الاول وبعدين نجمع ده، هنشوف كده عمل جمعهم كده الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه بالظبط. لما نجمع الاثنين هنلاقيهم بالشكل ده، هنلاقي ان الديبت هنا جاي ب 39480 وهنلاقي ان الكريدت جاي ب 37415، فهنطرح ده ناقص ده ان هو الاكتر 39 طبعا، فهنحطه طبعا تحت الاكتر. الفرق ما بينهم، الفرق ما بينهم هنا 2065 2065، احنا هنكتب هنا 2065. هو ده الفرق، هو ده البالانس الجديد بقى اللي هو اللي احنا نبدا بيه الفتره الجديده، اللي هو يعني احنا دلوقتي هنخش في فتره جديده، هو ده الرقم اللي هيظهر في البالانس شيت في الفتره الجديده 2065 الكاش. يبقى كده ده كله هيتقفل خلاص، خلاص الكلام ده مالناش دعوه بيه بقى، الفتره الجديده اللي هتبدا هنبدا بيه الرقم دوت. نفس الكلام لكل الحسابات التانية هنعمل لها نفس الطريقة، يعني هنا مثلا هنا مفيش أي حاجة غير الكابيتال، فهنا هنحط نشد خط كده وهيبقى 25000، ده اللي هنبدأ بيه الفترة اللي الجديدة، ده هنبدأ نشد خط هنبدأ الفترة الجديدة تبقى 20000 كده. نفس الكلام هنا نقعد نجمع ونطرح الكلام ده، هنجمع هنا ونطرح هنا، فانت لما تيجي تجمع ده مثلا وتطرح 1350 و1450 ناقص 800، 1350 زائد 1450 ناقص 800 هيدي لك مثلا 2000، فهنا عندك هيدي لك هنا يبقى الفترة كده اللي انت هتبدأ بيها هنا 2000، السبلايز معاك في المكتب عندك 2000، هيدي الفترة كده اللي انت هتبدأ بيها على طول، وهكذا في نفس بقية الحسابات كلها، هيدي اللي هتبدأ بيها الحسابات كلها. هو دوت الليدجر اكونت، هو ده الليدجر اكونت اللي احنا ازاي عملية البوست من الجورنال للليدجر، هو ده اللي احنا بنعمله. طيب هنا احنا عايزين نعرف بوستنج فروم جورنال تو اكونت ليدجر تو تو ليدجر اكونت، ازاي نعمل الكلام ده؟ هنا دوت الشكل الاساسي للليدجر اكونت، لكن دوت اسمه تي اكونت اللي هو المختصر يعني، انما ده الشكل الرئيسي اللي بيبقى له. فهنا الديت مثلا بنكتب هنا رقم التاريخ مثلا 1 نوفمبر، وبعد كده بتبدا يعني 1 نوفمبر، وبتكتب هنا الايتم اللي تبع اللي هيبقى اللي جاي مع الكاش، هنا بيبقى مثلا الكابيتال، هنا خلي بالك احنا كاتبين فوق الكاش برضه زي هنا بالظبط، الكاش هنا فوق الكاش اهو. الايتم اللي هيتقفل مع الكاش ايه هو؟ الكابيتال، كان الكابيتال هو اللي جاي 25000، فهنا الكاش كان جاي في الديبت بكام؟ جاي ب 25000، لو احنا غيرنا اللون هنا بقى الميزه هنا بيجيب لك البالانس على طول باستمرار، هنا بيبقى 25000، يبقى عندنا البالانس دلوقتي في الكاش 25000.
25,000 في الديبت، عشان هنا جاي في الديبت اهوت. فهنا بعد كده مش بعد شوية مثلا ممكن القيد اللي كان بعد كده شرينا حتة أرض، فالكاش قل، الكاش لاند قل، لاند قلت ب 20,000. فهنا جاي في الكريدت، طبعا هنا بيجيب لك بقى الكريدت البالانس على طول، هل هو في الديبت ولا في الكريدت. هنا طبعا 25 ناقص 20، فهنا هيدي لك كام؟ يعني 25 ناقص 20 بكام؟ ب 5,000. بقى دلوقتي ده البالانس الجديد. طبعا هنا بنكتب الديت الجديد في اليوم كام، احنا خدنا كان يوم تقريبا 5 في الشهر، فهنا بنكتب الديت ونكتب الاند ونكتب كده هنا 25 ناقص 20، فادانا البالانس 5 في الوقت دلوقتي. بعد كده بنكتب كمان شويه ممكن كاتبين القيد الثالث وهكذا، فكل مره بيديك البالانس على طول. انما احنا هنا عملناه اخر مره بس، اخر بعد الشهرين ما خلصوا عملنا عليه البالانس على طول، جبناه كام؟ 2065. وكل الحسابات بنفس الطريقه دي بيبقى زي عامله زي ده بالظبط بالشكل دوت. فاحنا كده نكون خلصنا. هنعرف المره الجايه بقى ازاي نخش على الخطوه رقم 3، لو نعمل ترايل بالانس بقى. زي احنا كده عرفنا ازاي نعمل جورنال وازاي نعمل تي اكاونت او ليدجر اكاونت، ودلوقتي نخش على الخطوه الجديده اللي هي هتبقى اللي هي الترايل بالانس. خلي بالك احنا هناخد الارقام دي، الارقام اللي هي الاخيره خالص بقى اللي احنا قلنا عليها الارقام البالانسز، اللي هي الرقم ده هناخده، الرقم مثلا ده هناخده اللي احنا قلنا عليه الرقم 25 ده هناخده، الارقام اللي هي في الاخر خالص دي اللي هناخدها بس، هي دي اللي هناخدها نعمل بيها الترايل بالانس. اشوفكم ان شاء الله في المره الجايه نعمل بيها ترايل بالانس.